قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى: لا تنعقد إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته. يعني إذا إنسان أراد أن يحلف يحلف بالله، من كان حالفا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليحلف بالله، وقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالف فليحلف بالله. فلا يجوز الحلف إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى، كأن نقول والله، هذا الحلف بالله. بأسمائه يقول والعزيز والرحيم والودود والغفور والتواب. بصفاته نقول بعزة الله، أو نقول بالقرآن، القرآن كلامه وكلام الله، هذه صفات الله تبارك وتعالى. أو بأفعاله، والذي خلق السماوات والأرض، والذي فطرني، والذي جمل الرجال باللحى، والذي أحلف به، وغير ذلك من الأمور. هذه كلها أيمان منعقدة، أيمان منعقدة. قال: والحلف بعهد الله وأمانته كذلك. ذكر ابن عبد البر أو نقل الإجماع على أنه يجوز الحلف بعهد الله وأمانة الله سبحانه وتعالى. قالوا: أمانة الله أي يمين الله سبحانه وتعالى، فقالوا يجوز الحلف بعهد الله وأمانته. الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قال: لا، لا يجوز الحلف بأمانة الله إلا إذا قصد الصفة، لا العهود التي تكون بين الناس، وإنما قصد الصفة. نعم، وهذا قول الجمهور، أنه إذا حلف بأمانة الله أي يمين الله تبارك وتعالى فإن اليمين هذه تكون منعقدة في هذه الحالة.